اولا انا بكن كل تقدير واحترام للشيخ الازهر وعايزه اقول لكم ان هو بيعتبرني بنته وانا بعتبره ابويا ثاني. وغير ان احنا في شغل بينا فيما يتعلق، يعني يكفي انه الشيخ الازهر مشكورا يعني خلاني في مجلس امناء بيت العيله، وايضا في تعاون فيما يتعلق باستقطاب العقول المصريه في الخارج. احنا دلوقتي بنعمل جمعيه مصر تستطيع. تمام. هذه الجمعيه هي جمعيه اللي هي هتلم الشمل لكل العلماء والخبراء، المهندس هاني عايزر، دكتور فاروق الباز، انا يعني، واكيد حضرتك عارف دول رايحين جايين على مصر. بالعكس يعني الجمعيه بقى اللي احنا عايزين نعملها، واخترت اسم مصر تستطيع لانه سلسله المؤتمرات اللي حصلت كان لابد بقى ان احنا نجمعها بصفه ان احنا يبقى عندنا قاعده البيانات اللي حضرتك بتطلبها واللي الحقيقه الدوله بتطلبها، ان يبقى عندنا قاعده بيانات كل في تخصصه وفي مجاله، عشان يوم لما نقول عايزين حد في الراديشن، عايزين حد في الكهرباء، عايزين حد، نلاقي هذه القائمه. عشان كده اخذت موافقه من دوله رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي انه انا كوزيره للهجره، وزير التعليم العالي ووزير الانتاج الحربي، عملنا لجنه مشكله فيما بيننا، وبنلتقي يوم 2 اغسطس القادم في مقر وزاره الانتاج الحربي، لانه احنا لابد انه هذا او هذه الجمعيه بليها مجلس اداره. مجلس اداره ده لازم يكون من الداخل والخارج، يعني من علمائنا وخبرائنا من الداخل ومن الخارج، كل واحد بيطرح المرشحين من جانبه مين يكونوا في مجلس إدارة هذه الجمعية، وبنلتقي يوم 2 أغسطس وبنبحث كل الابليكيشنز وكل الاستمارات وكل الخبرات، وبنختار منهم 10 أو 11 اللي هيكونوا مجلس إدارة الجمعية. إنما كورق لازم يتعامل، أنا كنت قبليها تواصلت مع دكتورة جدوالي وزيرة التضامن، وخلصنا كل الإجراءات الورقية الخاصة لإشهار هذه الجمعية. إحنا فاضل لنا بس اختيار الأسماء عشان نعلن عن هذه الجمعية. هو ممكن يبقى في رقابة على المكاتب عشان ما يتنصبش عليهم، إنه نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نشوف شرعية المكاتب دي بتشتغل صح ولا غلط، الكلام ده كله، ودي أوعية كبيرة. تنظيم الكيانات دي بشتغل أنا كوزارة للهجرة مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بنطرح هذه الرؤية وبنشوف إزاي إن إحنا نحط هذه الأطر اللي تنظم الكيانات، يعني الكيان يبقى في مين من شرائح المجتمع، يعني لازم يكون في مجلس إدارة أي كيان في سيدات، في شباب.